مؤتمر صحفي عقده ماتيس في البنتاغون عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنى سياسة التغيير أو إسقاط النظام الإيراني، رد بشكل قاطع قائلا إن بلاده لم تضع مثل هذه السياسة، مضيفا أن واشنطن تهدف إلى تغيير سلوك إيران، وأن الجيش الإيراني ووكالات الاستخبارات الإيرانية والوكلاء الإيرانيين قد شكلوا عديدا من التهديدات. هذا وأدت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تكهنات وسائل الإعلام، فنقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن مسؤولين أستراليين قولهم إن الولايات المتحدة قد تشن ضربات ضد إيران وقد تقصف منشآت إيران النووية في الشهر القادم كأقرب فترة. وردا على ذلك قال ماتيس إنه لا يعرف ما هو مصدر وسائل الإعلام الأسترالية، وأنه يعتقد أن هذه التقارير ملفقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تنظر في هذا الاحتمال حاليا.